السلام عليكم متتبعي قناه ترزينه، ومرحبا بالمتتبعين جداد. اليوم ان شاء الله من خلال هذا الفيديو غادي نطرقوا للتنبات، المرحله الثانيه من الفيديو. المرحله الاولى دوزنا فيها طرز رباطي، عملت لكم فيديو بالطرز الرباطي وشرحت فيه الطريقه كيفاش ممكن تخدمي الغرزه ديال الطرز الرباطي. وهذه المرحله هي مرحله ديال التنبات بالعقيق المهرس. فكيف تلاحظوا الرشمة لونت المقاطع فيها على حسب أن غادي ننبتهم بالعقيق، ولونت البقات على آخرين بعد تخدموا بالطرز الرباطي. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال الفيديو اللي خدمت معاكم تقنية ديال الطرز الرباطي. وهذا الفيديو إن شاء الله غادي نطرقوا فيه الطريقة ديال التنبات. غادي نبداو على بركة الله في تطبيق ديال التنبات. لاحظوا هاد التعرج، هذا غادي نخدمو بالعقيق مهرس. هزيت معايا ثلاثة العقيقات وغادي نخدم بالمائل. دائما نراعيو اننا تنديرو المائل بحال الشكل الواقف، ميكونش المائل اللي ميل العرض، ما غاديش تجيكم هاد التعرج زوين. خاصو دائما داك المائل اللي بحال شويه واقف، ودائما غنمشيو بنفس العدد، أربعة ديال ثلاثة ديال العقيقات عفوا. غادي نبقى نمشي على نفس العدد لانه التعرج ماشي بنفس العرض. وعاد من غنوصل للراس شويه غادي نزيد عقيقه، غادي نكملها أربعة العقيقات. دائما غادي نكمل في المائل ديال التنبات باش تجيني كيف ما قلت لكم تنبات جميل في الشكل ديالو، لانه الا كان في العرض ما تيكونش يعطيش جماليه زوينه. غادي نستمر في نفس الطريقه. من بعد غادي نتبع معكم باقي مراحل ديال الرشمه. ودابا هذا هو الشكل النهائي ديال التعرج. غادي ندوز خرجت من نفس من الوسط ديال الرشمه، انما هذيك الرشمه لاني غادي نخدمها برباطي فمعليش واخا دزت من وسط منها لان غنعمر عليها برباطي. هنا غادي نوريكم التنبات كيف ممكن نبتو. درت غير جوج دقائق في ثلاثه دقائق مائلين في ثلاثه مائلين، وغادي نستمر بثلاثه مائلين وغنكمل لان هاد الضريبه ديال هادي صغيره شويه. بالنسبة للرباطي هو من الأحسن تخدمو الرباطي هو الأول وتصلحو عاد فاش تبداو التنبات. أنا لأنه هذا فيديو تعليمي للطريقة ديال التنبات، فما بيش نخلط لكم الطريقة ديال الرباطي مع الطريقة ديال التنبات، غيجيني لا فيديو طويل وغادي يكون كتير في التعلم ديالو، يعني غادي ما غاديش تستافدوا كثر. خاصني يكون كل درس بوحدو، التنبات بوحدو، الطرز بوحدو. انا هذا هو الراي ديالي، تنظن بان بحال هذه الطريقه يكون التعلم منظم وطريقتك في التعلم تتمشي مستراحه، ما تيكونش عليك ضغط.
يعني التعلام الرباطي والتعلام اللاحق في نفس الوقت تجي شوية قاسحة. فالشيء أنا هذا هو الفكرة ديالي والله أعلم. المهم هنا في هذا الفيديو وريتكم تقنية ديال التنبات ديال هاد الرشمة كيفاش نبتها. والفيديو الآخر غنخليكم في صندوق الوصف درت معكم تطبيق ديال الطرز الرباطي. فإلا حبيتوا توظفوا هاد التقنيات عندكم في نفس الرشمة يعني تنبات وطرز رباطي، فمن الأحسن الطرز الرباطي صلحوه بالخلف هو الأول، بلا الطرزة تصلح بالخلف ديالها من بعد عاد فجو تنبتوها. دائما أي حاجة بغيتي تنبتيها خصك تكوني إلا كانت ديجا مصلوحة خصك تكوني إلا كانت ديجا مطروزة عفوا خصك تكوني صلحتيها. غادي نستمر في التنبات ديالي. تنتمنى أن هاد الفيديو يكون مفيد، وتنتمنى أن الطريقة راها في التنبات راها مشروحة وواضحة. تنتمنى أن الفيديو يكون فيه إفادة لكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، خلي التعليق ديالكم وأيضا انتقادات ديالكم، لأن الانتقادات مش أنها أنا تعلمني شنو الحويج اللي تيكونوا عندكم مبهمين وأنا تيبان ليا بأنهم مفهومين وتنتجاوزها. إلا كنت تنتجاوز بالطبع شي حاجة في التعلم ديالي فخلوا لي التعليق ديالكم وشكرا. تنتمنى أن الفيديو يكون مفيد وشكرا وبالتوفيق للجميع.